الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. بيتجدد لقاءنا تاني النهاردة و30 دقيقة. يمكن حلقتنا النهاردة لازم نبتديها بأزمة اتحاد الكورة مع محمد صلاح العالمي، مش المدعو محمد صلاح زي ما قال اتحاد الكورة. محمد صلاح كلاعب دولي ليه حقوق، لما فكر إن هو يحصل عليها بدأ وكيله يبعت لاتحاد الكورة خطاب قال لهم أنا محتاج مجموعة من المطالب. اتحاد الكرة رد عليه، بداية تم عرض الخطاب، وده المفروض ما كانش يحصل لأن دي المفروض إن هي أزمة. بالمناسبة الأزمة دي مش وليدة النهاردة أو امبارح أو أول امبارح، لأ دي من روسيا 2018، وإحنا كلنا عارفين إيه اللي حصل في روسيا 2018، عارفين كم الانفتاح اللي كان موجود في معسكر اللعيبة، عارفين ايه اللي حصل هناك. واكبر دليل على كده النتيجة اللي احنا رجعنا بيها. محمد صلاح هو الحاجة الوحيدة اللي كانت حلوة في وصولنا لكاس العالم، هو الوحيد اللي اسعدنا، هو الوحيد اللي فرحنا. اتحاد الكرة دلوقتي بيرد له الجميل، بيقول له شكرا، بقول له شكرا ان انت كنت سبب فرحة المصريين كلهم، بقول له شكرا ان انت كنت ولازلت احد الرموز. انا عن نفسي بعتبره الهرم الرابع في مصر. محمد صلاح اللي فرحنا كلنا، اتحاد الكرة دلوقتي جاي يقف ضده، جاي يقول له ان الطلبات دي مش من حقك او مبالغ فيها او الى ذلك. يعني احنا شفنا المطالب هنقولها مع بعضينا، كان طالب حارس عند الغرفة وحارسين عند المصعد، كان طالب عدم طلب صور لتعطيل اللاعب، وعدم طلب صور أيضا من أي شخص له علاقة بالاتحاد. طلبات محمد صلاح مش جاية من فراغ، طلبات محمد صلاح بناء على اللي شافه في معسكر روسيا 2018. الأزمة دي اللي افتعلها هم اتحاد الكورة. هل اتحاد الكورة مش قادر يحتوي لاعب بحجم محمد صلاح؟ يعني انتوا مش عارفين قيمته، بتردوا عليه بتقولوا المدعو محمد صلاح. بالمناسبه المدعو محمد صلاح كان بيتكرم الافضل في اوروبا مع المدعو كريستيانو ومودريتش. طبعا حاجات كتيره جدا، ويعني ازمات كتيره جدا الاتحاد المصري بيعملها، لكن اعتقد ان الازمه دي بالذات ما تخصش محمد صلاح لوحده، دي تخص جمهور كرة القدم كله. طبعا هم سابوا كل حاجة ومسكوا في طريقة إرسال رامي عباس وهو محامي محمد صلاح للخطاب. يعني سابوا الدنيا كلها وسابوا كل حاجة ومسكوا في دي. يا اتحاد الكورة، المفروض أصلا الخطاب ده ما كانش طلع، ولا كان أصلا ردته على وسائل الإعلام والدنيا ظبطت، المفروض ان انتوا تحتووا الموقف اكتر من كده. تعالوا بينا نرحب بضيف حلقتنا النهارده، نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر للناشئين كابتن ابو المجد مصطفى. منورنا يا كابتن النهارده والله. صباح الخير، ازي حضرتك؟ صباح النور يا كابتن، منورنا. كابتن ابو المجد، يعني احنا عايزين نعرف راي حضرتك في الازمه المفتعله من قبل الاتحاد المصري لكره القدم تجاه محمد صلاح. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا يعني في البدايه زي ما حضرتك ذكرتي، انا شايف ان اداره الازمه اتدارت بشكل غير جيد، خاصه مع نجم عالمي زي محمد صلاح. الطبيعي ان الامور ما كانش ينفع ان هي توصل للمرحله ديت او توصل للاعلام بالشكل اللي موجود فيه دلوقتي. لكن انا ليا بس تعليق على حاجه، ان كانت المشكلة في البداية أنا شايف سبب المشكلة المدير الفني ومدير المنتخب، هما الاثنين مسؤولين عن اللي حصل في روسيا مش اتحاد الكورة. طبيعي إن أنا لما أجي في 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 بطولة عالمية، كأس العالم أو معسكر أو لازم يبقى التنظيم أو المكان اللي أنا قاعد فيه لازم يبقى تحت إشرافي. تمام. أنا كراجل مدير فني لاقي ان الجو غير ملائم واللعيبه مش مستريحه واللعيبه الامور دخلت في هرجله، انا كنت لازم يبقى ليا واقفه. انا مع احترامي لاي حد، انا ما سمعتش صوت
كوبر اتكلم في حاجه زي كده، او المدير المنتخبات اتكلم في مدير المنتخب اتكلم في حاجه زي كده. فيمكن انا شايف ان المسؤوليه الاولى على الاثنين دول. بس عايزه اوضح لحضرتك نقطه، يعني انت عندك رئيس البعثه كلها من الاتحاد، الاتحاد هو من يقود بعثه المنتخب. ونقطه كمان، اللي افتعل الازمه من البدايه اتحاد الكوره. يمكن حضرتك فاكر موضوع الطياره والصور بالظبط. اللي اتحطت عليها، فاكر موضوع الاقامه في الشيشان، كل دي، كل المشاكل دي او الازمات دي من افتعلها؟ هم اتحاد الكوره مش كوبر. انا بقول لحضرتك، بس انا في البدايه انا ليا الجانب بتاع الجانب الفني اللي هو الفني. جانب اللعيبه اللي انا مسؤول عنهم. الطبيعي ان انا لازم ابقى محدد المعسكر بتاعي بالاقامه بالجو اللي اللعيبه فيه هتبقى منفصله عن اي حاجه تشغلهم عن الهدف اللي انا رايح له. فعشان كده انا بتكلم في البدايه في الجانب الفني، دي كانت مسؤوليه المدير الفني. متهيألي المدير الفني اكيد الحاجات دي مش غايبه عليه، واكيد ان هو شاف كل حاجه. فمش من الطبيعي، خاصه ان الراجل دوت اجنبي، فيعني اللي حصل كله في المعسكرات ده مش طبيعي. انا شايف محمد صلاح بمنتهى الامانه كان راجل واقعي جدا في كلامه وفي تصريحاته، ويمكن هو الوحيد اللي طلع اتكلم بمنتهى الصراحه، عرض كل حاجه بمنتهى الصراحه. احنا شفنا اتحاد الكوره بيانات بتطلع ويرجع يقول لك لا مش بتاعتنا. ناس بتتكلم على المواقع الخاصه بتاعتها ويرجع يقول لك لا ده الاكونت مش بتاعي. بالظبط. فالامور معاه مش واضحه، فعشان كده اللي هي المشكله كلها زي ما حضرتك قلتي، هي سوء اداره وناس ما عرفتش تتعامل مع الازمه بشكل احترافي. وانا شايف ان الراجل بيتكلم في ابسط حقوق، طبيعي ان بالظبط. انا راجل لعيب كوره لازم اروح المعسكر بتاعي يبقى الجو مهيأ لي ان انا جاي متفرغ للكوره. مع صحيح. احترامي بقى، انا مش متفرغ ان انا كل شويه الاقي المعسكر اي حد بيخشه، اي حد بالظبط. محتاج ان هو يجي يتصور مع اللعيبه، يجي يقعد معانا على الاكل. الطبيعي لازم المعسكرات بتاعه المنتخبات بالذات لازم تبقى منفصله عن، مع احترامي مع الناس، ان انا ببقى جاي الوقت بتاعي بتاع المعسكر بيبقى قليل، فالطبيعي لازم استغله في التدريب، استغله في الراحه في الذهنيه بتاعتي، في تركيزي في المباريات اللي انا هلعبها. لكن الشكل اللي حصل طبعا يعني متهيألي كل الناس غير راضيه عنه. أكيد. ويمكن يعني هي الفكره ان كل الهجوم اللي حصل الفتره اللي فاتت هو اتحاد الكوره عايز يخلي مسؤوليته، بالظبط. لكن الناس طبعا الامور كانت واضحه. ولكن هخلي يعني هيخلوا مسؤوليتهم من ايه؟ يعني الامور واضحه للجميع والكل شايف وعارف. يعني يمكن كابتن محمد صلاح عمل لايف وقال، بان الكوره اللي طلع وقالوا في المدعو محمد صلاح، ورجعوا قالوا مش احنا اللي عاملينه بس هم اللي منزلينه زي ما حضرتك قلت. هل اصبح الاتحاد المصري لكره القدم اضعف من انه هو يواجه مشكله او يحل ازمه؟ يعني وصلنا للدرجه دي؟ احنا عندنا مشكلة كبيرة ان احنا ما بنقدرش نواجه. عندنا مشكلة كبيرة ان احنا اي حد بيبقى مسؤول في المكان دوت ما بيقدرش يواجه المشكلة بشكل احترافي وبوضوح. احنا معانا البيان الاتحاد المصري لكرة القدم تمام قدامكم اللي اصدره الاتحاد، وبعد كده بيرجعوا يقولوا احنا ما اصدرناش حاجة واحنا ما طلعناش الكلام ده. اتفضل بالظبط. كده. يعني زي ما بقول لحضرتك، المشكله كلها ان احنا ما بنقدرش نواجه، ما بنقدرش نقول ان احنا، انا شايف ان النغمه كانت في البدايه لا احنا ما عندناش مشكله، لا المشكله كانت عند محمد صلاح، لا محمد صلاح عايز يتميز، محمد صلاح عايز يتشهر. الكلام ده طبعا غير، يتشهر. الكلام طبعا ده غير طبيعي وغير منطقي. الطبيعي احنا اللي بنتشهر مع محمد صلاح، يعني أكيد الطبيعي. أكيد. لكن المشكله كلها ان لو طلع حد اتكلم في اخطاء وفي مشكله حصلت وفي كذا وفي كذا وفي كذا وهنواجه الكلام دوت، متهيألي الناس كلها كانت هتحترم الاتحاد وكانت الناس هتقف مع الاتحاد. اكيد. إيه كابتن مجدي عبد الغني لما طلع وقال حرس خاص ايه ده بيليه وكريستيانو ما طلبهاش، يعني انا شخصيا كمصريه
وحد بيحب الكوره وبيشجع الكوره. انا عندي محمد صلاح احسن منهم، هما الاثنين افضل منهم، انا شايفاه كده طبعا. زي ما يعني المصريين، انا بتكلم على المصريين طبعًا. الجمهور، جمهور الكوره الحقيقي زي ما كلهم، اعتقد ان وجهه نظرهم مقاربه لوجهه نظري، يعني اعتقد كده. يعني ده رد يعني مسؤول، شايف ان ده رد مسؤول؟ ما انا قلت لحضرتك هي المشكله كلها في اداره الازمه، ما حدش عايز يعترف ان كانت في مشكله او كان في اخطاء حصلت، او الناس اللي كانت بتدير الفتره اللي فاتت من بعد ما وصلنا كاس العالم لغايه دلوقتي. لا انا شايف ان في لخبطه. بالظبط بالظبط هي اللخبطه، ان احنا ما حطيناش بلان نمشي عليه، ماشيين بعشوائيه. بالظبط دي مشكله. انا برضو استغربت ان احنا حتى استعداداتنا لكاس العالم مع احترامي غير قوي. إيه احنا عندنا يعني المباراه القادمه اللي كان عليها الكلام ده كله، فوجئنا بالمدير الفني بيقول ان لبس اللعيبه مش متوفر، راح فين؟ الله اعلم الله اعلم. لكن الله اعلم متهيألي فعلا. متهيألي ممكن تصريح طلع فعلا وقال كده فعلا، لانه حب يطمن على كل حاجه، ففعلا قال لبس اللعيبه مش موجود، مش متوفر. يعني في ايه اكتر من كده؟ يعني سوء اداره للازمه وازمات تتوالى من اتحاد الكره. نتمنى الفتره اللي جايه اهدوا كده وخدوا قرارات صحيحه وما تخسروش الناس كلها، لان محمد صلاح يعني الجمهور المصري كله، مش جمهور مصري بس على فكره وبره مصر، لكن احنا بنتكلم كمصريين كجمهور بيشجع كوره صح. محمد صلاح هيفضل هو رقم واحد في مصر، هيفضل هو رمز المصريين كلهم، هيفضل هو احسن حاجه فرحتنا وبتفرحنا في الكوره لغايه دلوقتي. تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع معاكم ونكمل فقرتنا النهارده. يوم ما خرجت من مصر وقلت خدت قرار ان انا هقعد في اوروبا، فانا في دماغي خلاص ان انا مش عايز ابقى زي اي حد سافر اوروبا ورجع تاني. تقدر تعمل كل حاجه ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقسوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. ملي فشلوك يبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش ده عادي كله كلام عالفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني في روح ده عزيمة وإرادة، وقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان أحلامك بالإمكان وعشاق، والله أفضل من جواك في حلم بيستاهل. بعد الفاصل وكلنا محمد صلاح، يعني محمد صلاح عندنا خط احمر ما حدش يقدر يقرب له. الموسم الماضي كابتن سيد عبد الحفيظ طلع في مباراه من المباريات وانتقد الحكام وقال ان بيحصل مشاكل وما ينفعش كده يا جماعه، وانتقد الحكام. طلع كابتن عصام عبد الفتاح رد قوي، مش اي رد، ما هو رئيس لجنه الحكام لازم يرد رد قوي. الاسبوع اللي فات شفنا تويتر لتركي الشيخ رئيس نادي بيراميدز بيقول هو الحكم المساعد اللي كان في المباراة محتاج طبيب عيون، استنينا اللجنة ترد، محدش رد. هو انتوا بتردوا على ناس وناس لا، ولا هي ماشية ازاي بالظبط؟ ايه رأي حضرتك يا كابتن؟ يعني بص حضرتك، قصه الاخطاء التحكيميه في الملاعب دي متاحه بشكل كبير جدا، وده شيء وبيبقى وارد أكيد لاي حد اكيد. لكن حضرتك قلتي ليه
اترد هنا وما تردش هنا. بالظبط هي دي نفس المشكله اللي بتقابلنا حتى احنا كمدربين كلاعيبه، ان احنا في اوقات بنحس ان الحكام لما بيجي حتى ياخد قرار مع فرقه ما بتعملش مشاكل او فرقه صغيره، بياخد القرار وهو عنيف جدا وهو واثق قوي من قراره. وفي قرارات تانية بتتاخد مع فرق كبيرة بتتاخد بالحنين شوية. لون الفانيلا، فهي دي المشكلة. لون الفانيلا بيفرق مع الحكم؟ هي مش لون الفانيلا، هي الأجواء اللي بتحيط بالمباريات اللي الحكم بيحكمها. يعني لو أنا بلعب مثلا ماتش زي ما نقول في مشكلة أو في قلق، الحكم زي ما احترامي ماتش الأهلي والزمالك الأخير اللي الزمالك كسب فيه، احنا كلنا كنا شايفين إن في مثلا بتاع 6 لعيبة لازم ترضى. مفيش حاجة حصلت. الأهلاوية هم اللي شايفين كده بقى. مفيش حاجة لا من الأهلي ومن الزمالك. يعني من الأهلي ومن الزمالك. من الفرقتين. بالظبط يعني المباراة بس كانت. هقول لحضرتك على حاجة، أنا فاكرة المباراة دي كويس. هو يمكن تحاشى حدوث يعني الحاجات دي علشان يلم الماتش، يعني هو مش عايز يعمل مشاكل، عايز يلمها على خير زي ما بيقولوا، مش عايز مشاكل، فاهم قصدي؟ وممكن قراراته في بعض الاوقات بتكون في صالح المباراه مش ضدها. تمام، ليه هنا بنعمل المعايير ديت؟ كان الحنفي. ما انا عارف طبعا كابتن محمد حنفي. وحكم كويس جدا. جدا. يعني حكم كويس جدا وشخصيه هايله بصراحه. شخصيات محترمه في المجال بالظبط. انا بقول لحضرتك ليه احنا بناخد المعايير ديت في المباريات الكبيره وما بتطبقش مع الفرق التانية. ما هو برضه الفرق التانية بتبقى في اوقات فرقة بتلعب ان هي ممكن تنزل من الدوري الممتاز، ممكن تخسر الماتش يأثر عليها بشكل كبير. لا انا شايف المعايير لازم تبقى واحدة عشان الناس كلها حتى تبقى نفسيا تبقى مرتاحة، تبقى حتى بتساند الحكام. يبقى صحيح. انت لا انت ما بتجاملنيش، لا انت ما بتجاملش النادي الاهلي، ما بتجاملش النادي الزمالك. انت بتاخد المعايير كلها على الناس كلها، ما فيش مشكلة. هي دي بس النقطة اللي لازم اتحاد الكرة ياخد باله منها او لجنة الحكام تاخد باله منها. والله وانت يمكن لما حضرتك لما اخطات وقلت اتحاد الكوره ورجعت قلت لجنه الحكام، يمكن احنا قبل كده قلنا هما الاثنين طرفي عمله واحده، يعني وجهين لعمله واحده. ما هو رئيس اللجنه هو عضو اتحاد الكوره اللي جه عن طريق اصوات الانديه، واحنا طالبنا قبل كده بتحرير لجنه التحكيم او لجنه الحكام من قبضه الاتحاد. اعتقد هتفرق جامد جدا لو حصل الكلام ده. يعني انا شايف ان هي برضه ممكن تبقى كمان حاجه مريحه جدا لكابتن عصام الفتاح. يعني هو هيبقى يعني هيرفع من عليه الحرج وهيرفع من عليه الضغوطات اللي موجوده بالزبط. عليه، وان في حاجات كتير بتتحسب عليه ان هو عضو اتحاد الكوره مش رئيس لجنه الحكام بس. فدي مشكله طبعا ممكن يعني الايام الجايه لو اتحسمت متهيألي الدنيا هتبقى احسن شويه مع كابتن عصام. اعتقد كده نادي نجوم المستقبل اعتقد داخل بقوه، نادي يعني بيقول انا موجود، يعني هو مش صاعد لمجرد ان انا مسافه السكه وراجع زي فرق كتير جدا، بيقول انا موجود. اول فوز بيحققه على نادي الزمالك. مش شايف ان دي يعني حاجه حلوه قوي لفريق زي النجوم؟ طبعا كل الاحترام لفريق نادي النجوم، ولكن كفرقه لسه صاعده للدوري الممتاز وقدام يعني الزمالك النادي الكبير. يعني طبعا فرقه نادي النجوم يمكن اول سنه ليها في الدوري الممتاز، يمكن هم عملوا فرقه كويسه، عملوا فرقه ميكس بين الخبرات وبين الهدف بتاع صلاح امين. صراحه هدف حلو قوي. ويعني انا شايف برضو ان هدف زي دوت يعني مع احترامي عيب جدا ان هو يجي في فرقه نادي الزمالك بمدافعين بقيمه نادي كبير زي دوت. يمكن في خطا واضح جدا طبعا من الونش اكيد. وصلاح امين بصراحه قدر يستغل الخطا ده وقدر ان هو يتعامل مع ممتاز. هايل جدا. من الفراوده عمل حاله بالظبط. فيمكن انا بقول لحضرتك نجوم المستقبل من الفرق اللي عملت ميكس بين اللعيبه الخبرات واللعيبه الصغيره، ودوت مهم جدا في اي فرقه. ما تبقاش الدنيا ماشيه بوتيره واحده او يبقى الفريق كله عمر صغير او كده.
وهما كمان عندهم الامكانيات اللي هي تقدر تخليهم يكملوا في دوري ممتاز، وممكن مع الوقت يقدروا يلعبوا على هدف معين او يلعبوا على الاقل البقاء. بالظبط، على الاقل البقاء. وده كبدايه كويسه يعني، ده اكيد متهيألي بدايه ان اول سنه ليهم في الدوري الممتاز، بدايه كويسه ان هو يلعب بس اول سنه ان هو يبقى موجود، دي حاجه كويسه. تعالى نشوف يعني تصريحات سياده المستشار مرتضى منصور كانت غريبه جدا بعد المباراه. اول حاجه قال انا مش عايز جهاد جريش، انا مش طايقه. هو معلش، هو مش حد جاي يتقدم، ده حكم جاي يدير مباراة، واعتقد ان هو ادارها كويس جدا. فايه رايك في دايما المديرين الفنيين، وخصوصا اللي هم يعني مديرين الانديه او رؤساء الانديه الكبيره، لما بنخسر بنطلع نقول اصل الحكم، الحكم اصبح شماعه بنعلق عليها خسارتنا؟ طبعا يعني هو طبعا مش في كل الاوقات يعني طبيعي ان في وقت الفرقه بتخسر نتيجه اخطاء داخليه ملهاش علاقه خالص بالحكم. حتى لو قلنا ان الحكم بيخطا في بعض الاحيان، متهيالي ما بيبقاش السبب الرئيسي ان الفرقه تخسر او ان الفرقه ما تنجحش في المباراه. قصه بس ان يعني انا نفسي في مصر ان متهيألي كل واحد لو اختصينا ان كل واحد يبقى مسؤول عن 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 حاجه معينه او عن على 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 شغله بس، متهيألي الامور هتنجح معانا بشكل كبير جدا. اكيد. طيب تعالى ندخل على قرار وزير الرياضه بعوده الجماهير، واتحاد الكوره هو المسؤول عن تنفيذ اليات وتنظيم دخول الجماهير مره اخرى. سريعا، ايه رايك في قرار عوده الجماهير؟ طب يعني طبعا قرار اتاخر كده كتير جدا من فترات، احنا طبعا كلنا كنا بنطالب بيه من فتره. طبعا الجمهور مهم جدا في الملاعب، الدوري بيختلف بشكل كبير جدا، الدنيا بتبقى بتحس ان انت بتلعبي بقى دوري، بتلعبي كوره. طيب ناخد من النقطه دي ونروح نشوف اسوأ لقطه في الدوري الممتاز الموسم ده، وعلشان نربط عوده الجماهير باللي احنا بنشوفه في المباريات وبيظهر عندنا. وكان في مباراه برضو الزمالك والنجوم والحكام خارجين وبيترموا بازاز الميه، الجمهور اللي موجود، احنا كان قبل كده طلع قرار بحضور 15 فرد فقط، يعني 15 فرد اللي حضروا. اللقطه معانا اهي، شايف يعني بصراحه أسوأ مشهد ممكن نشوفه في الملاعب المصريه. ايه الرد على منظر زي ده او صوره زي دي؟ يعني انا شايف ان التصرفات ديت بتدي للناس ايحاء ان لا احنا صح في ان الجماهير ما تخشش المباريات، ان الملاعب تفضل فاضيه كده عشان ما يحصلش مشاكل. شايف ان الحاجات ديت بتبدا يعني بتوجد الاحتقان الكبير جدا بين الجمهور وبين مش اي حكم، ده حكم مونديالي كابتن جهاد جريشه. تعالوا نرجع تاني لنقطه الاخطاء التحكيميه. احنا قلنا احنا مش هنعرض معانا غير الاخطاء التحكيميه المؤثره على نتيجه المباراه. امبارح كان يمكن مباراه الاسماعيلي والنجوم، يعني كان فيها مباراه جدليه، يعني هو ده الكابتن الدولي احمد الغندور. تعالوا سريعا هنشوف حالتين فقط، هو الماتش كان مليان حالات بصراحه اخطاء، ولكن هنشوف حالتين. دي الحاله الاولى، شايف دي حسب ضربه جزاء ما فيهاش اي حاجه. عيدها سريعة تاني كده، عيدها بسرعة تاني وارجع. شايف؟ ما فيهاش ولا الهوا. ما فيهاش أي حاجة. ادخل باللي بعدها على طول. اللي بعدها. دي اللعبة بقى التانية، دي اللي حسبها ضربة، اللي ما حسبهاش. بص. يعني دي اللي تتحسب. يعني دي اللي تتحسب. يعني شفنا الحالة اتقلب، حالات كتير على فكرة. مباراة امبارح كانت مليانة حالات، ولكن حضرتك عارف لضيق الوقت ما قدرناش يعني نعرض غير هما الحالتين دول. وزي ما شفنا عدم توفيق بالمرة لأحمد الغندور امبارح. احنا برضه عندنا مشكلة، يعني احنا طبيعي ان احنا اتطورنا وفي 5 حكام. تمام. لما الأخطاء دي تحصل، طب يعني مع احترامي ليه الناس دي بتبقى موجودة 5 حكام؟ صحيح. يعني ليه؟ صحيح. أنا شايف إن ديت مش عارف، يعني شايف إن ديت تكلفة على الفاضي. احنا المباراة بتتكلف 5 حكام او 6 حكام.
وفي الاخر في اخطاء نفس الاخطاء وفي نفس المشاكل، تمام. طب ما انا العب بقى بنفس الحكام ودوريات كتيره جدا لغايه الحكم الخامس. إيه، هناخد اخر فقره سريعا، صوره وتعليق، هنطلع بصوره وكلمه واحده لكل صوره نختم بيها. اول صوره معانا كابتن الخطيب. كلمه للخطيب تقول له ايه؟ يعني كابتن الخطيب قيمه كبيره جدا، متهيألي لازم يرد بحسم على أي حد ممكن يشوه صوته. تمام. الصورة التانية اللي معانا النهاردة مهندس محمود طاهر، طبعا من الشخصيات المحترمة جدا، ويمكن أنا يعني كنت موجود في النادي الأهلي وكان رئيس بعثة في مباريات كتيرة. أنا بحترمه على المستوى الشخصي وإدى كتير للنادي الأهلي، وبصراحة عمل طفرة كبيرة جدا في النادي الأهلي، ويمكن الحاجات اللي حصلت الفترة اللي فاتت حاجات ناجحة. بيقولوا لي في الكنترول مسك الختام سيادة المستشار. يعني سيادة المستشار طبعا أنا شايف إن هو شخصية طيبة جدا، لكن هو بحس ان هو بيبقى متسرع او منفعل في معظم الوقت، متهيألي لو هدي او هيكون افضل بكتير. وصلنا للنهايه مع حضرتك، الوقت عدى بسرعه مع حضرتك ومع الساده المشاهدين. اعزائي المشاهدين، وصلنا للنهايه، على وعد ان شاء الله بلقاء اخر الاسبوع اللي جاي و30 دقيقه. وبنشكر كابتن ابو المجد مصطفى نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر للناشئين، ونورتنا النهارده، ونراكم ان شاء الله على خير، ودمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.